السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ اليوم هو يوم الأربعاء، تاريخ اليوم هو 18/11/2020. اسم الكل يكتب التاريخ عادة على الكتاب. عنا اليوم رح ناخذ إن شاء الله سورة الماعون درس اسمه 12، رح نقرأ السورة مع بعض. طبعا إحنا خشوع، بدنا نخشع وإحنا بنقرأ السورة، تمام؟ نعرف معانيها ونعرف على شو بتدل أو شو بتحث الآية أو السورة، تمام؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله العظيم. نرجع نقرأ كمان السورة والكل يركز معي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، والذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله. نرجع تاني، رح أقرأ أنا سورة آية آية وانتو راح ترجع تعيدوا من وراي، تمام؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. نقرأها كاملة. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. طيب هلا سورة الماعون هي لازم احنا او ايش بحكي لك هنا، الفظ جيدا، لازم نقرأ هنا يدع اليتيم، يدع يدع اليتيم، اقرأوها يلا الفظوها جيدا، يدع اليتيم ولا يحض، ولا يحض، ولا يحض، يراؤون، يراؤون، تمام. هلا بدنا نعرف احنا المعاني هنا، لا تكتب عليها مهم، تكتب عليها مهم. هلا كلمة يدع اليتيم، يدع اليتيم، شو يعني يدع اليتيم؟ بحكي لك هنا فذلك الذي يدع اليتيم، يعني شو يعني يدع اليتيم؟ يعني يدفعه ويؤذيه. يعني بحكي لك هنا أرأيت الذي يكذب بالدين، يعني هنا السورة هون بتخاطب اللي بكذب في الدين، اللي بحكي إنه الدين دين خطأ وبكذب إنه الدين أي إيش بيجي فيه ما بيردوا على الدين أو بهذا بيكذبوا للدين. بحكي لك فذلك الذي يدع اليتيم، يعني نفسه اللي بيكذب بالدين شو بيعمل؟ بيدفع، يعني اللي هو بيأذي اليتيم، بيأذي اليتيم. هنا بحكي لك ولا يحض على طعام المسكين، يعني ما بطعم هنا بحكي لك فويل للمصلين، فويل المصلين. لو احنا نوقف الموقف لو هنا شو يعني فويل المصلين؟ طب هم صلوا لهم ويل، يعني لهم لهم اسمه لهم عذاب؟ لا، بحكي لك فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني ساهون يعني ما بيصلوا الصلاه في وقتها، ما بيصلوا الصلاه في وقتها، اللي باخر الصلاه هنا ما رح يكون له عذاب، ما رح يكون له الاجر زي ما بصليها في وقتها. لما تصلي صلاة في وقتها أو ما يأذن الأذان تصلي هنا بتأخذ أجر مضاعف. أما لما تصلي آخر ما قبل ما يأذن مثلا الظهر، أذن الظهر وتصليها قبل ما يأذن العصر بشوي صغيرة، هنا
بحكي لك هون فويل المصلين، يعني هون ما راح تاخذ انت الاجر كامل. فبحكي لك هون كمان الذين هم يراؤون. شو يعني يراؤون؟ يعني يفعلون الخير لكسب مرضات الناس فقط، يعني بيعملوا انا بدي اتصدق قدام الناس عشان الناس يصيروا يحبوني، او انا بدي اصلي قدام الناس عشان الناس يحكوا عني انا منيح، او انا بدي اصوم قدام الناس عشان الناس يحكوا عني انا بصوم. انت هيك بدك تعمل الخير عشان الناس يحكوا عنك منيح، مش عشان ربنا يعطيك حسنات. فهون بحكي لك معناها اليراؤون انه بفعلوا الخير لكسب مرضات الناس فقط مش عشان ربنا. ولو يمنعون الماعون، الماعون اسم لما يستعيره الناس بينهم من الاشياء، يعني الاشي اللي بيستعيروه الناس ما بينهم بيمنعوه. كان في ناس زمان، كان زمان يستعيروا الناس يعني يعمل فيها استعارة، كان يمنعوا هذا الاشي. فبحكي لك يعني هون بحكي لك فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، والذين هم يراؤون ويمنعون الماعون، يعني بفعل الخير لكسب مرضات الناس وبرضه يمنعوا الماعون. تمام. طيب هسه هون عندك في الآية في السورة هذه لازم تحفظها، لازم تحفظها كاملا. رح نرجع نسمع لكم إياها إن شاء الله في وقت الأوقات لاحقا، يعني بأي حصة من حصص الزوم. طيب هلأ هون بحكي لك يحذر الله تعالى في هذه الآيات الكريمة من إيش؟ ربنا حذرنا في هذه الآيات، حذرنا من إساءة المعاملة للضعفاء والأيتام. ما بنصير احنا نسيء المعامله للضعفاء والايتام عشان هم يتيمين او هم ضعفاء، نروح احنا نسيء لهم في المعامله او نصير نتمسخر عليهم، ما بصير. هاي حذرنا ربنا منها. واحد. اثنين، التهاون في اداء الصلاه على وقتها. ما بنصير احنا نصلي الصلاه متاخره، لازم احنا ما نتهاون. شو يعني نتهاون؟ يعني نتساهل، نحكي والله مش مشكلة خلاص ضايل الوقت كتير نصلي، خلاص نصلي كمان شوي. ما بصير، لازم أول ما يأذن هذا نقوم إيش نعمل؟ نتوضأ ونصلي بسرعة. فعل الخير لكسب مرضات الناس فقط، حذرنا الله إنه إحنا نفعل الخير عشان نكسب مرضات الناس، ما بنصير. لازم إحنا نعمل الخير فقط لله وحده سبحانه وتعالى عشان يعطينا هو ايش؟ يعطينا هو الاجر والاجر والثواب. بحكي لك هنا احرصوا على، لازم تحرص على شو؟ على فعل الخيرات طلبا لمرضات الله. زي ما حكيت لكم لازم انتم تعملوا الخير عشان الله وحده عشان تاخذ اسمه الاجر من الله تعالى. طيب هنا عندك النشاط اروي لزملائي موقفا قدمت فيه مساعده للاخرين. بدكم تحكوا عن مساعد انتم عملتوها، مش كتير مهمة لانه انتم مش موجودين. لو انكم موجودين كان كل واحد حكى لنا موقف انت عملته كان اشي تساعد فيه الناس. طيب هلا عندنا هنا اختبر معلوماتي. عندنا السؤال الاول بحكي لك اصلوا بخطا بين الآية الكريمة ومعنى الذي يدل عليها. عندنا هنا يدعو اليتيم. ماذا يعني يدعو اليتيم؟ حكينا يدعو اليتيم يدفعه ويؤذيه، يدفعه ويؤذيه. يراؤون، حكينا شو يعني يراؤون؟ يعني يفعلون الخير لكسب مرضات الناس فقط. يراؤون يعني يفعلون الخير لكسب مرضات الناس فقط. الماعون، حكينا شو يعني الماعون؟ هو اسم لما يستعيره الناس بينهم. تحط عليه كمان برضو خط. هلا عندنا هنا بحكي لك اذكر امرين حذرت منهما الايات الكريمه. ايش عندنا امرين؟ هم اكثر من امر هم حكوا عنه، احنا نذكر امرين حذرت منها الايات الكريمه ان احنا نعملها. اول اشي اللي هو اساءه معامله الضعفاء والايتام. هاي واحد. اثنين، التهاون في أداء الصلاة على وقتها. التهاون في أداء الصلاة على وقتها. تمام، هذا تكتبوا عندكم إذا مش مفهمين بالخط. هاي عندكم هنا، هاي حذرت الآية الكريمة، هاي واحد وهي اثنين، تكتبوها عندكم عن ألف وباء. أو ممكن تكتبوا الثالثة عادي برضو بصير، يعني هم هذول ثلاث صح، أنا كتبت أول تنتين، اكتبوا أنتوا عندكم.
هلا استنتج ركنا من أركان الإسلام أشارت إليه سورة الماعون. شو هي أركان الإسلام؟ حكينا يا تالت إحنا كلنا نعرف عن شو هي أركان الإسلام. أركان الإسلام خمس: الشهادتان، الصلاة، الصوم، اسمه صوم رمضان، حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، وأداء الزكاة. اسمه هل عندنا هنا استنتج ركنا؟ هل هنا في الآية الكريمة إحنا حكى اسمه عن إيش حكى؟ هو عن الصلاة، فويل للمصلين. نحكي هنا شو راح نحكي هون؟ يعني استنتج ركنا من أركان الإسلام اللي هي الصلاة. الصلاة. طيب هل اكتب الآيات الكريمة في موضعها المناسب؟ طبعا انتم هاي راح تكملوها لحالكم في البيت، راح تكتبوا اللي هي تكملوا الآيات الكريمة. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ شو راح نكتب هنا؟ فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. بدكم تكملوا الآيات حسب الناقص منها، بتكملوها وبتحفظوها جيدا عشان أنا رح أرسم لكم إياها. يعطيكم ألف عافية.